افراد الجهاز الفني وعلى بعديها اللي حصل والتداعيات اللي حصلت. خالد مساء الفل عليك. برحب بيك يا يحيى طبعا، وبرحب بكل مشاهدين قناة تايم سبورت. مساء الفل عليك، وانت كنت موجود في المباراه بالامس، ويمكن كنت قريب من الاحداث ومن دكه البدلاء بتاعت منتخب مصر، فقول لنا ايه اللي حصل وايه اللي شفته، يعني استدعى اللي احنا شفناه دلوقتي وترتب عليه استبعاد حجازي من قائمه منتخب مصر. بص يا يحيى، يعني يمكن امبارح طبعا زي ما كابتن ابراهيم حسن اتكلم وقال ان كانت نرفزه دكه بشكل طبيعي، يمكن طبعا من اللاعبين كلهم بيكون نفسهم يكونوا مشاركين مع منتخب مصر ونفسهم ان هم يكونوا فرد من الجنود الموجودين داخل الملعب ويكون له دور مهم داخل الملعب. طبعا حجازي لاعب كبير، لاعب محترف، عنده امكانيات عاليه، فبالتالي هو كاي لاعب طبعا بيكون حابب ان هو يكون متواجد في المركز ده، ولكن طبعا المدير الفني وكابتن حسام حسن بيكون ليه ساعات وجهات نظر فنيه مبنيه على اللياقه البدنيه، مبنيه على رؤيته للماتش، مبنيه على الخصم اللي بيقابله وامكانيات اللاعبين المهاجمين اللي في المنتخب الاخر. ودي كانت طبعا رؤيه فنيه لكابتن حسام حسن، هو ما اشركش او ما بداش باحمد حجازي من بدايه المباراه، فطبعا اللاعب كان يعني عنده بعض الاستياء من عدم بدايته للمباراه، ولكن اثناء التبديل يمكن كابتن حسام حسن شعر يعني ان حجازي ممكن يكون مش جاهز بنسبه 100% ان هو يشارك في هذه المباراه لرؤيه نظر وجهه نظر فنيه طبعا، فبالتالي ما تمش استدعاء حجازي ان هو يكون مشارك في المباراه حتى في التبديل وكمل على دكه البدلاء. يمكن طبعا حجازي كان حزين شويه على عدم لعبه لهذه المباراه، وبعدها طبعا النهارده يمكن حجازي اتكلم مع الجهاز الفني واتكلم مع كابتن ابراهيم حسن ان هو نفسيا غير جاهز ان هو يكون موجود او امور شخصيه خاصه باللاعب يعني، ويمكن طبعا الجهاز الفني تقبل الاعتذار وتقبل الظروف الخاصه باحمد حجازي ويعني وافقوا على رحيل اللاعب من المنتخب. وطبعا يعني الموضوع مش عايزين نخليه يروح لاتجاه ان في زي ما الناس اتكلمت امبارح وقالت ان في خناقات ومشادات وخناقات في دكه البدلاء والقصص دي كلها، يمكن الامور ما مشيتش بالمنظر دوت، ولكن طبعا كل لعيبه الكره بتكون فاهمه الكلام ده، ان بيكون ساعات في نرفزه ملعب، في عصبيه ملعب، ودي بتكون في اطار محترم، في اطار اخلاقي، في اطار يليق باسم اللاعب وباسم الجهاز الفني طبعا. طبعا اكيد. يعني خالد بشكرك طبعا على التوضيح للناس الموقف اللي حصل، موقف في الاخر اكيد كلنا ما بنحبش نشوفه، كلنا ما بنحبش واحد من اللعيبه اللي على مدار السنين اللي فاتت مع منتخب مصر احمد حجازي ما سمعناش اي مشاكل، وواحد من كباتن منتخب مصر، ولكن في الاول وفي الاخر زي ما قال زميلنا خالد رزق هي وجهات نظر فنيه، المدير فني بيقود المنتخب الوطني ايا كان هو ليه كل الحق في استبعاد فلان واستدعاء فلان، فهو في الاخر انت لما بتيجي تحاسب او بتيجي تبص بتبص على المدير الفني، بتيجي تقول ان الراجل ده اخفق في كذا، ولكن في الاول وفي الاخر اللعيبه كلها ما بتشيلش الشيله زي ما بيقولوا، في الاخر انت بتيجي تشيل المدير الفني، فهو ليه الحق الكامل ان هو يختار كل لعيب، وهو ليه الحق ان هو يقول انا محتاج فلان في الملعب ومحتاج فلان على دكه البدلاء ايا كان اللي حصل. صفحه واتقفلت وحجازي خارج منتخب مصر، عندك مباراه مهمه امام بوتسوانا يوم الثلاثاء اللي جاي، محتاج تركز فيها، محتاج دعم، محتاج كل الشعب المصري يكون متكاتف مع كابتن حسام حسن والجهاز الفني الموجود واللعيبه ايا كان مين اللعيب اللي بيشارك، هو في الاخر بيشارك تحت مسمى منتخب مصر.